هنتكلم النهارده عن درس ability in the past. يعني ايه ability in the past؟ معناها القدره في الماضي. ازاي ان انا اتكلم عن حاجه كنت بعرف اعملها زمان؟ يعني ازاي مثلا اقول انا زمان كنت بعرف لما كان عندي مثلا 5 سنين كنت بعرف مثلا اجري بسرعه، لما كان عندي مثلا كذا كنت بعرف اعمل كذا. يبقى ازاي اتكلم عن حاجه في الماضي؟ الاول انا ازاي اعرف اتكلم عن حاجه في المضارع؟ اقول انا استطيع. انا استطيع ايه؟ اي كان. دي انا استطيع. الماضي بقى منها ايه؟ كنت. يبقى كنت دي معناها تدل على الاستطاعه ولكن في الايه؟ في الماضي. النفي بتاع كنت ايه؟ كنت. يبقى كان مضارع وكنت ايه؟ ماضي. الاثنين بيعبروا عن الايه؟ الاستطاعه. واحده كان الاستطاعه في البريزنت في الحاضر او في المضارع، وكنت الاستطاعه في الايه؟ في الباست. دايما مرتبطه بجمله ايه؟ بجملتين كده بيجي معاك كتير. when I was young، عندما كنت صغير. دايما الجمله بتيجي كده في الاول. when I was young I، ويجيب لك نقط هنا مثلا run fast. يبقى هنا ما ينفعش ان انا استخدم كان، هنا استخدم ايه؟ كود. ليه؟ عشان عندما كنت صغير يبقى كود، يبقى I could run fast. يبقى ده انا بعبر عن حاجه كنت بعملها زمان. برضو جمله ثانيه ممكن تجيب بطريقه ثانيه. when مثلا I was 5، معناها عندما كان عمري 5 سنوات. نفس الحكاية I could، كنت بستطيع أعمل كذا، أو I couldn't مثلا swim، ما كنتش بعرف أعوم. يبقى كنت بقدر أعمل حاجة زمان أو ما كنتش بقدر أعمل حاجة زمان. ودايما بيجي معاها جملة when وفاعل وكلمة was aware وstop. يعني when I was young، when I was 5، when I was a child، عندما كنت طفل. اي كلمه تبين لي ان انا الحاجه ديت كانت in the past، في الايه؟ في الماضي. يبقى ازاي اتكلم عن الابيلتي القدره في الباست؟ بستخدم كود في الاثبات وكودنت في الايه؟ في النفي. كده لحد كده تمام، مفيش فيها اي مشكله. لو حابه اسال سؤال مثلا هسال ازاي؟ هسال بكود. مثلا كود يو سويم وين يو where young. معنى الجملة ايه؟ هل كنت تستطيع السباحة عندما كنت صغير؟ يبقى أول حاجة بسأل بمين؟ بسأل بكنت، وتكملة الجملة معايا خلاص كده. طب لو حابة أسأل بأداة استفهام، ماذا كنت تستطيع أن تفعل عندما كنت صغير؟ نقولها ازاي؟ what could، what could you do، you do when you were young. معنى الجملة ايه؟ ماذا كنت تستطيع ان تفعل عندما كنت ايه؟ عندما كنت صغير. يبقى اول حاجة الاثبات عندي بستخدم كود، النفي عندي بستخدم كود. السؤال بسأل بمين؟ كود. والسؤال بأداة استفهام، أداة الاستفهام وبعدها مين؟ وبعديها كود. حد كده استخدام كود تمام. طيب قال لي في كلمتين بتساوي كود. أول واحدة was able to، دي المفرد. was able to دي للمفرد، و were able to دي للإيه؟ للجمع. were able to دي للإيه؟ للجمع. الاثنين بيساووا معنى إيه؟ كنت. معناها كنت أستطيع أو كنت قادر على، كنت قادرا على. يبقى كلمة كنت بتساوي was able to أو were able to. قسمناها هنا بقى للمفرد وللجمع. أما كنت بتيجي مع كل الضمائر بنفس الشكل. كنت مع كل الضمائر عادي، المفرد والجمع. أما بقى was و were able to، was able to دي للمفرد و were able to دي للإيه؟ للجمع. طيب إزاي أستخدم جملة فيها كنت وأستخدم مكانها was able to؟ يعني مثلا هنجيب الجملة دي when I was young، هنمشي نفس الجملة when I was young. الجملة الثانية بقى هنا، أنا هشيل كود وأستخدم مين؟ على حسب بقى أنا هستخدم was ولا where. هنا الأي هتستخدم إيه؟ was. يبقى أي هتاخد was، يبقى was. was بيجي بعدها إيه؟ able to. وبيجي وراها المصدر able to run fast. الجملة دي نفس معنى الجملة دي. نفس المعنى بالظبط، ولكن انا هنا استخدمت كود
وهنا استخدمت ايه؟ was able to زائد الايه؟ زائد المصدر. يبقى كود هنا بتساوي ايه؟ was able to. تمام كده؟ طب لو انا عايزه انفي النفي عندي was able to النفي بتاعها ايه؟ was able to. و were able to النفي بتاعها ايه؟ weren't able to. يبقى اذا ان انا اقدر اتكلم عن حاجه كنت بعرف اعملها في الماضي عندي ثلاث طرق. اول طريقه كنت، ثانيه was able to للمفرد، والثالثه were able to للايه؟ للجمع. طب النفي عندي ايه؟ نفي كود ايه؟ كودنت. ونفي was able to، wasn't able to، ونفي were able to، weren't able to. ده كلها بتعبر ان انا كنت بقدر اعمل حاجه في الايه؟ in the past، في الايه؟ في الماضي. لازم هيجي لي حاجه في الجمله تبين لي ان الحاجه دي كانت من زمان، زي مثلا when I was young، when I was five، when I was a child. دايما بتيجي معاها الجمله دي. تمام كده؟ يبقى كده عرفنا ازاي نستخدم could وcouldn't was able to were able to الايه والنفي بتاعها. طب لو انا عايز اسال سؤال بجمله فيها I was able to run fast، عايز اعمل سؤال على الجمله دي، في الحاله دي انا كنت هنا بسال بايه؟ بcould. طب في الجمله دي انا هسال بايه؟ دايما ما دام عندي فيرب تو بي هسال فيرب تو بي على طول. فيرب تو بي اللي موجوده عندي هتبقى ايه؟ نعمل مقص، هتبقى was يو. الاي بتتحول لايه؟ ليو. طب تعالوا كده، الوز تنفع مع اليو؟ الوز تنفع مع اليو؟ يو بتاخد ايه من فيرب تو بي؟ وير. يبقى وير يو، عشان بس هي الاي الوحيده اللي بتتغير، هتبقى وير يو. وير يو ايبل تو ران فاست. وكمل اجيب الجمله الاولانيه وين، برضه الاي بتتحول ليو ويو بتاخد ايه؟ وير. وين يو وير يونج. يبقى كده عملنا سؤال عليه. يبقى اذا في الجمله اللي فيها ايبل تو بسال بايه؟ بفيرب تو بي اللي موجود عندي، وخلي بالي بس اي بس هي اللي بتتغير. لو عندي هي او شي ما بتتغيرش، بروح مبدله وخلاص. اما الاي هي اللي بتتغير، الاي بتتحول ليو، فيو هتتغير معاها فيرب تو بي، يعني يو تتعامل معامله الجمع، يبقى هيجي معاها ايه؟ وير. تمام كده؟ يبقى كده عرفنا نتكلم عن الابيليتي ايه؟ in the past. نشوف عليه امثله. اول جمله when I was 10. الكلام ده في الماضي ولا في المضارع؟ في الماضي. I able to swim. عايز استخدم ايه؟ was. was was ازاي؟ was was able to. انا استخدمت was هنا ليه؟ عشان عندي ايه؟ I. هلا ماست جو تو ذا هوسبيتال يسترداي، امبارح كانت لازم هتروح المستشفى. برافو عليك، احنا قلنا ماست الماضي منها هاد تو، يبقى هلا هاد تو. I could walk when I was two، كنت بقدر امشي لما كان عمري سنتين. But I swim، دايما بط بتاع التناقض، يبقى هنا ايه؟ couldn't. يبقى الاولانية could والتانية couldn't، يبقى couldn't swim. I could understand that film because it was in Chinese language. ما قدرتش، المفروض هنا ما قدرتش افهم الفيلم لانه كان باللغه الصينيه. يبقى هنا ايه؟ كود. يبقى هنفيها. نعم. انا مغيرها. They are able to ride a bike when they were young. هنا هتبقى ايه؟ طبعا عندي لما كانوا صغيرين يبقى ماضي، يبقى ما ينفعش ار، يبقى دي ايه؟ وير. وير ايبل تو. يبقى الاسئله بتجيلي زي كده بالظبط. في اي مشكله؟ وير.